11 بيقول لي at the toy store في متجر الألعاب. look listen and read انظر واستمع واقرأ. تعال نشوف ايه الموجود عندي. قال لي هنا تعال نشوف هنا هنا وهاني. هنا that is a small red robot it's great. that is a small red robot robot it's great. تعال نشوف هاني. This is a big blue kite. It's beautiful. This is a big blue kite. It's beautiful. You are happy, Miss Mona. You are happy in the toy store. You are happy in the toy store. Yes. تعال نشوف ايه معنى الكلام ده. تعال نشوف هنا بتقول that is a small red robot. It's great. ده ايه انسان آلي. هذا انسان آلي صغير ولونه احمر. Yes, it's great. إنه إيه عظيم. Great يعني عظيم. This is تعال نشوف هاني بيقول إيه. This is a big blue kite. إنها طائرة كبيرة خالص. طيارة ورقية كبيرة ولونها إيه كمان يا ولاد. لونها أزرق. It's beautiful. إنها جميلة. تعال مس منى نشوفها بتقول إيه. You are happy. أنتوا سعداء. In the toy store في المتجر الألعاب. أكيد طبعا أي حد بيروح محل أو متجر للألعاب بيكون ايه فيكو سعيد. يس بيقول هنا هنستفاد من هنا يا ولاد في قاعدة برضو لازم نركز عليها. لما بشاور على شيء مفرد زي ما انتوا شايفين هاني مع الكايت في ايديه وقريبة منه. قال ايه this is للمفرد القريب. لما هنا بتشاور لنا على الروبوت وهو ايه على الرف بتاع الالعاب قالت ايه that is. that is الاشارة للمفرد البعيد. يس this is للمفرد القريب و that is للمفرد البعيد. yes هنا من تحت بيقول لي how much how many do, sorry how many dolls are there. كم عدد الدميات او العرايس يا ولاد اللعبة موجودة في الصورة. هنعد الدميات كم دمية موجودة في الصورة عندي. يعني نعدهم ونكتب الرقم. Yes. الدرس الثاني بيقول لي listening and speaking استمع واستماع وتحدث. listen point and say استمع وأشر وقل. قال لي number one this is a big orange kite. this is a big orange kite. that is a small yellow kite. that is a small yellow kite. this is a tall blue robot. this is a tall blue robot. That is a short black robot. That is a short black robot. Yes. شايفين يا ولاد حاجة قريبة بقول this is مفرد قريب. الكايت هنا بعيدة شوية قال ايه that is. الروبوت قريب بقول ايه this is. روبوت بعيد بقول ايه that is. اتمنى يكون واصلة المعلومة. Exercise 2 قال لي look and draw a circle. انظر واعمل دايرة. That number 1 that is a short tall green robot. that is a short ولا tall green robot. يا ترى ده short ولا tall يا ولاد. طبعا هيكون الإجابة short. هعمل circle على short. هعمل دايرة على short. number two this is a big ولا small white kite. يا ترى دي small ولا big يا ولاد. طبعا big big kite. yes. هنا قال لي this is a yes. هنا نقول دي يا ولاد small. I'm so sorry دي small عشان في واحدة هنا دي أكبر منها. هنقول دي ايه small. this is a small white kite. لونها أبيض دي صغيرة بالنسبة لأصفر. شايفين الأصفر كبيرة شوية. yes و this is a big ولا small yellow kite. it's a big كبيرة شوية عن البيضة دي. yes. آخر صورة عندي number 4 that is a short ولا tall orange robot. طبعا ايه يا ولاد ده ايه tall. ده شو small او short وده ايه tall طويل. vocabulary المفردات اللي عندي big يعني كبير small يعني صغير tall يعني طويل short يعني قصير. big small tall short لغاية هنا. okay let's complete. يلا نكمل. يوزج الاستخدام قال لي look and complete. انظر واكمل. that is a tall blue doll. that is هنكمل ب this is يا ولاد ولا that is
لو مفرد قريب بقول this is قريب مني، لو بعيد بقول ايه that is. طيب بتشاور على البالونة دي، وهل دي قريبة يا ولاد ولا بعيدة منها؟ قريبة طبعا. هقول ايه this is a small yellow balloon. yes التيدي بير ده او البير قريب ولا بعيد؟ قريب. هقول this is a big red bear. طيب الروبوت ده بعيد بعيد ولا قريب؟ طبعا بعيد. هقول ايه that is a short black robot. yes look exercise 2 look and write. انظر واكتب. number 1 this is a small brown bear. this is a small brown bear. ده دب ايه لونه صغير وكمان لونه بني. this is a ده كبير ولا صغير؟ طبعا كبير. او this is a big brown bear. this is a small yellow balloon. this is a big yellow balloon. دي بالونة كبيرة صغيرة اصفر، ودي بالونة كبيرة اصفر. يس تعال نشوف الدرس اللي قصاده. بيقول لي هنا يوزج برضو الاستخدام، قال لي read 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 sorry reorder sorry reorder اعد ترتيب and write اعد الترتيب واكتب. a book small green. هقول ايه a small green book. طيب a robot blue tall. هجيب يا ولاد الاول هجيب الاول الوصف يعني كبير صغير طويل قصير، وبعد كده بجيب اللون، وبعد كده بقول اسم الشيء. A هقول ايه A tall blue robot. A tall blue robot. yes A red doll big. هقول ايه A big red doll. A orange short bear. هقول A short bear. A short orange bear. تمام كده وضحت؟ يس بقى الاول اجيب الصفه بتاعته، طويل قصير تخين صغير رفيع اي صفه، او بجيبها الاول وبعد كده بجيب اللون وبعد كده اسم الحاجه اللي انا بوصفها. طيب نمبر 3 اكسرسايز 3 التمرين الثالث. draw and write about your favorite toy. اكتب عن اللعبه المفضله بتاعتك. this is my favorite toy. it's a big gray robot. روبوت انسان آلي اللي هو ايه لونه رمادي. يلا جاي دورك انت، هتقول my favorite toy is a طبعا هترسم الحاجة بتاعتك it's a وتقول اسم الشيء اللي انت رسمته. yes زميلنا هنا كاتب a big red a big red و it's a doll it's a doll. yes okay yes على حسب ما انت تحب ترسم اللعبة المفضلة بتاعتك. لغاية هنا اوكي let's complete. يلا نكمل. طيب هنا I-E-I-E-Y learn sounds with busy bee. تعال نتعلم الأصوات دي مع النحلة المشغولة. قال لي listen and repeat استمع وكرر. five right line nine time buy buy fries fly my sky. yes لاحظين الصوت يا ولاد؟ طيب تعال نشوف معانيهم بسرعة. five اللي هي خمسة، write يكتب، line يعني طابور أو صف، nine تسعة، time وقت، pie فطيرة، فرايز اللي هي ايه بطاطس مقلية، فلاي يطير، ماي ملكي انا بتاعتي انا، سكاي سماء. تعال نشوف الصفحة اللي قصادها. قالي learn sounds with busy bee تعلم الأصوات مع النحلة المشغولة. قالي listen exercise 1 تمرين الأول listen and complete استمع وأكمل. fig five win chicken children time nine fig يعني تين، five يعني خمسة، win يفوز أو يكسب، chicken فرخة، children أطفال، time وقت nine تسعة.
جالي لونج فاول وشورت فاول. يعني ايه يا مس لونج فاول وشورت فاول؟ طيب ركز معايا كده شويه. بيقول لي شورت فاول الصوت، طبعا الفاولز يا ولاد اللي هي الحروف المتحركه الاي والاي والاي والاو واليو، لكن كونسونانس السواكن اللي هي باقي حروف اللغه الانجليزيه. الحروف المتحركه هنا بيقول لي في منها يا مس شورت وفي منها لونج. طب ازاي يا مس هنعرف ان دي شورت ولا لونج؟ شورت يا ولاد ما بتاخدش وقت في النطق، يعني بنطقها بسرعه. زي ايه؟ فج فج، شايفين فج؟ خدتش وقت في الاي، نطق الاي. فايف فايف، شايفين الاي؟ اي فايف، تمام. طيب تعال نشوف هنا الكلمات اللي عندي في هنا فج. تعال ناخد الاول الشورت عشان نعرف نميز. بتاخد وقت قصير في النطق، يعني بنطقها مش بتاخد وقت معايا، لكن اللونج بتاخد وقت طويل معايا. فج، تعال نشوفهم واحده واحده. فج خدتش وقت، يبقى ايه؟ شورت. فج. فايف فايف، يبقى ايه؟ لونج. وين، شايفين وين؟ يبقى ايه؟ شورت. تشيكن تشيكن، طولت فيها، انا بركز على حرف الاي اللي هو الفاول ساوند اللي هو الحرف المتحرك. زي ما قلنا الحروف المتحركة اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو والاي، هما خمس حروف اي 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 او يو، تمام. طيب chicken تعتبر short، children short، time شايفين time بتاخد ايه؟ وقت طويل. time يبقى ايه؟ long time. nine ناين، يبقى هنكتبها هنا. طيب ايه تاني يا ولاد؟ هنا طبعا الكلمات دي بس اللي هنا، في لو عايز تكمل برضو في تحتيهم تاني كلمات تاني من تحت. بن بن، رايت رايت، دج دج، تشيبس تشيبس، لاين لاين، باي باي، فرايز فرايز. اكيد انت كده دلوقتي عرفت الشورت فاول واللونج فاول. بن تعتبر ايه دي يا ولاد؟ شورت، يس اكسلنت. رايت رايت يعتبر ايه دي يا ولاد؟ لونج فاول. دج دج يبقى ايه؟ شورت. تشيبس تشيبس يبقى ايه؟ شورت. لاين لاين، شايفين لاين الاي لونج، يس. باي باي تعتبر ايه دي يا ولاد؟ باي لونج فاول. فرايز فرايز، شايفين فرايز شورت ولا لونج؟ يس اكسلنت لونج فاول. يس كده فهمنا يا ولاد ازاي اعرف ان الفاول ده الحرف المتحرك ده لونج ولا شورت. قلنا شورت ما بياخدش وقت كبير في النطق، بياخد وقت قصير معايا، لكن اللونج يا ولاد بياخد وقت اطول. يس لغاية هنا اوكي، ليتس كومبليت، يلا نكمل. رايتنج كتابة، اكتب. ريد اند كومبليت ذا ووردز، اقرأ وأكمل الكلمات. قالي ذا كايت از بلو، كايت ناقصة ايه؟ اي اي، از بلو. ذا سكاي از جراي، ذا سكاي از جراي، السماء لونها رصاصي. واي، يس. وات ذا تايم، وات ذا تايم، الوقت كام؟ اي اي ناقصة. There are nine IE children in the line، في الصف LINE ناقصة IE. Yes I like fries IE، والاسم موجود عندي. With my burger، مع البرجر باخد ايه؟ فرايز، بطاطس مقلية. That is an apple pie، باي فطيرة IE. Yes بيقول لي exercise 2 تمرين التاني. read and underline words with long i sound، اقرأ وضع خطا تحت الكلمات اللي هي long i sound، واحنا لسه شرحيناها من شوية كده. شاطرين، انا هقرأ وانت هتشوف معايا. today is Hannah's birthday، grandma gives her a present، it's a kite، she wants to fly the kite in the sky، the kite flies up high،
Yes. Today is Hannah's birthday. Grandma gives her a present. It's a kite. She wants to fly the kite in the sky. The kite flies up high. Yes. اليوم يوم عيد ميلاد هنا. تيتا عطتها present هدية. It's a kite. الهدية كانت ايه؟ طيارة ورقية. She wants to fly the kite. هي حبت تطير الورقة دي. In the sky. في السماء. The kite flies up high. وفضلت تطير ايه؟ أعلى. حط خط كده تحت الكلمات اللي هي اللي فيها long i. هنا عندي تعال نشوفهم بالتدريج يا ولاد. Today is Hannah's birthday. Grandma gives her a present. It's a kite. Yes, kite. She wants to fly the kite. Kite. Sky in the sky. Yes, the kite flies. كلمة ايه flies up high. High. Yes. هاي وفلايز وكايت بس كده تمام. طيب نمبر 3 اكسرسايز 3 قال لي ايه listen and trace. استمع ودوس على الكلمات دي. جايب لي اربع كلمات. 5 right my fly. تمام 5 يعني 5 right يكتب my ملكي انا بتاعتي fly يطير. تعال نشوف الصفحة اللي بعديها. قال لي life skills empathy التعاطف او ايه المشاعر. math the pictures to the words. تعال نشوف هنا بتعبر عن الموشن بتاعي العواطف بتاعتي. angry sad fine happy. Yes. تعال نشوف هنا الصور طبعا واضحة اهي كلنا عارفينها. angry اللي هو غضبان. number 4 letter A with 4 هوصل A before. sad حزين. yes هوصلها picture number 1. C هوصلها fine. yes كويس جيد او بخير. happy سعيد هوصلها بنمبر 3. لغاية هنا اوكي. معايا سنة تانية. exercise 2 التمرين التاني. تعال نشوف في ايه. قال لي how do you feel in these situations. what will you do. يا تشعر ايه في المواقف دي وهتعمل ايه. قال لي اعطيني 4 sentences and 4 pictures. اربع صور واربع جمل. وجايب لي التعبيرات فوقيهم يا ولاد. وهنعمل سيركل على الحاجة اللي انا بشعر بيها بحس بايه. Your sister has a new toy. Your sister has a new toy. أختك معاها لعبة جديدة. هتكون مبسوط ولا زعلان ولا غضبان؟ طبعا هكون ايه happy سعيد عشان هي فرحانة باللعبة أكيد أنا فرحان زيها. Yes. Number 2 You are in the park. أنت في المنتزه. Your friend picks a flower. صديقك راح قاطف وردة أو قطع وردة. يبقى ايه angry غضبان. Yes. Number 3 Your grandmother is not well. لو تيتا تعبانة يا ولاد هتبقى ايه sad حزين طبعا. Yes. Number 4 You see a hungry cat. A hungry cat. انت شفت قطة ايه جوعانة تعمل ايه هتكون طبعا ايه sad زعلان عليها. Yes. لغاية هنا اوكي. Let's complete. يلا نكمل. Reading and writing. قراءة وكتابة. My favorite toy. اللعبة بتاعتي المفضلة. number 1 look read and complete. انظر واقرأ واكمل. number 1 hi I'm Karim. my favorite toy is a robot. it's big and blue. hi I'm Karim. my favorite toy is a robot. it's big and blue. مرحبا انا كارم. لعبتي المفضلة هي ايه الانسان الالي. it's big and blue. وهو كبير كمان ولونه ازرق. Number 2 Hello, I am Nada. My favorite toy is a board. It's a board. Yes, it's a white. سبورة لونها ايه؟ big and white. ممكن كمان هنا في الصورة يا ولاد تقريبا لونها اخضر. green. big and green. Yes. انا اسمي ندى.
لعبتي المفضلة بورد السبورة. It's big and كبيرة وكمان لونها أخضر. Yes. Number three. Hi, I am Farida. Hi, I am Farida. My favorite toy is a doll. She is small. Yes. أنا اسمي فريدة واللعبة المفضلة بتاعتي العروسة. She is small وكمان صغيرة. Yes. Number four. Hi, I am Tamir. My favorite toy is a kite. It's big and colorful. It's red, blue, green and yellow. فيها الألوان زي ما واضح في الصورة. أنا اسمي تامر. لعبتي المفضلة هي الطيارة الورقية. It's big كبيرة and colorful زي ما واضحة في الصورة يا ولاد وملونة. It's red فيها أحمر وبلو أزرق وجرين أخضر ويلو أصفر. Yes. لغاية هنا أوكي. الدرس اللي بعديه next page الصفحة اللي بعدها. Listening and reading استماع وقراءة. قالي listen and read استمع واقرأ. Sing بعد كده وهنغني. Yes. My robot, my favorite toys. Tell me what's yours. My airplane. My favorite toy is my airplane. Tell me what's yours. My kite. My favorite toy is my kite. Tell me what's yours. Yes. دي أغنية طبعا زي ما سمعناها. Number three, exercise three. Ask your friends about their favorite toys. اسأل أصدقائك عن إيه الألعاب المفضلة بتاعتهم. لما أسأل حد يا ولاد إيه اللعبة المفضلة بتاعتك هتقول إيه؟ What's your favorite toy؟ A bear. جاوب صاحبنا جاوب هنا قال إيه؟ A bear. طبعا هنعمل المحادثة دي مع بعض وطبعا هيكون كل واحد ليه لعبة بيفضلها يا ولاد. هنسأل واحد يسأل يقول What's your favorite toys؟ إيه هي اللعبة المفضلة أو توي؟ ايه هي اللعبة المفضلة بتاعتك وهتقول اسم اللعبة. لغاية هنا اوكي. Let's complete. يلا نكمل. Yes. بيقول لي issues قضايا. Technological awareness توعية بالتكنولوجيا. طبعا يا ولاد الايام دي التكنولوجيا ليها دور فعال في حياتنا وانتشرت بشكل كبير. كلنا طبعا عارفين الحاجات الحديثة دي الاجهزة الحديثة دي. هنشوف مع بعض. قال لي listen and read. استمع واقرأ. Cell phone, tablet, computer, keyboard, video game, mouse, internet, camera. Yes. تعال نشوف cell phone طبعا تليفون او هاتف محمول. التابلت كلنا عارفينه. كمبيوتر اللي هو الكمبيوتر. كيبورد لوحة المفاتيح. فيديو جيم العاب فيديو. ماوس اللي هي الفأرة. انترنت اللي هو النت يا ولاد. كاميرا اللي هي الكاميرا بنسمعها. يس. ريد اند كومبليت اكسرسايز 2. اقرأ واكمل. اي هاف ايه ده؟ ا كمبيوتر اند اي لوك ات ذا انترنت اون ماي كمبيوتر. عندك كمبيوتر وبيبص عنده كمبيوتر وبيبص على النت من ايه؟ الكمبيوتر او بيدخل على النت من الكمبيوتر. ممكن يا ولاد النت بندخل عليه من التليفون او التابلت او الكمبيوتر. Yes. I use my بنستخدم ايه؟ keyboard and mouse to find everything. بستخدم يا ولاد لوحة المفاتيح والفأرة عشان اعمل اي حاجة على الكمبيوتر. I have a cell phone طبعا معايا تليفون محمول او هاتف محمول. I take photos. أنا باخد صور with my camera. باخد صور بالكاميرا بتاعتي. سواء الكاميرا دي يا ولاد المتعارف عليها العادية أو كاميرا التليفون برضو بصور منها. Yes. عندي هنا vocabulary مفردات. cell phone tablet computer keyboard video game mouse internet camera. تعال نشوف الصفحة اللي بعدها. قال لي develop and an
understanding التطور والفهم of digital technology اللي هي التكنولوجيا الرقمية. Number one, look and complete the text with the words. اقرأ النص وأكمله بالكلمات. عندي تابلت وعندي سيل فون. رامي وروبا. تعال نشوف رامي. رامي I like my. هو بيحب ايه ده يا ولاد؟ تابلت ده ولا سيل فون؟ تابلت. My tablet. Sometimes I use it for my English homework. بستخدم بعض الأحيان إن أنا بعمل الهومورك بتاعي، الواجب بتاعي بتاع الإنجليش، الإنجليزي. روبا I like my. هي بتحب إيه ده يا ولاد؟ سيل فون، تليفون، هاتف محمول. I use it to talk to my grandmother. بحب أتكلم مع مين؟ مع تيتا. Number two, exercise two. قال لي write about yourself. تكلم عن نفسك. I like. أنا بحب إيه؟ هتكتب الحاجة اللي انت بتحبها. ماي تابلت ولا ماي سيلفون ولا التليفون بتاعي ولا ماي كمبيوتر الحاجة بتاعتك او ماي كاميرا الكاميرا بتاعتك. اي حاجة انت بتحبها او معاك منها هتكتبها. وبعد كده هتكتب ايه تاني يا ولاد؟ I use it بتستخدمها في ايه. وبعد كده I use it بتستخدمها في ايه. يعني تكتب الحاجة بتاعتك وبتستخدمها في ايه. تمام؟ لغاية هنا اوكي. Let's complete. يلا نكمل. Yes. قال لي a model of. طبعا ده بروجكت زي ما متعودين، مشروع. A model of a toy store. هنعمل متجر للألعاب. عايزين محتاجين طبعا الأدوات look read and make زي ما متعودين، cardboard box، toilet rolls اللي هي الرول اللي هي بتاعة الحمام اللي هي بتاعة المناديل يا ولاد، tissue box صندوق بتاع المناديل، clay اللي هو الصلصال، وعايزين glue some. Yes. Choose your materials. اختار الأدوات بتاعتك. Make your toys. العب. اعمل الألعاب بتاعتك. Decorate وزينها. Glue your toys into your toy store. وحط طبعا الألعاب في متجر الألعاب. قال لي show and tell. اخبر أصحابك طبعا أنت عملت إيه. This is a big yellow balloon. بالونة لونها أصفر. That's a yellow and blue robot. وإنسان آلي. هتخبر أصحابك عن أنت عملت إيه. والتويز بتاعتك عملتها ايه. هنا طبعا زي ما متعودين سيلف اسسمنت تقييم ذاتي. هتشوف الحاجات اللي انت عملتها كويسة هنا وهتدي نفسك سواء 1 star 2 stars 3 stars وهكذا. ده تقييم ذاتي. لغاية هنا اوكي. Let's complete. يلا نكمل. Yes. قال لي play time. Now exercise 1. Look match and trace. هتدوس على دول يا ولاد. It's a tool. وهتوصل بالصور. جايب لي some sentences بعض الجمل 4 sentences and 4 pictures وأربع صور. هنوصل الجمل دي بالصور اللي تتوافق مع الجملة. It's a tall orange doll. عروسة طويلة ولونها orange. Yes. Letter A with 3. Number 3. قال لي these are short black robots. إنسان آلي صغير وقصير وبلاك وأسود. Yes. أو letter B with picture number 4. Yes. That is a small red kite. دي small صغيرة وريد أحمر كايت طيارة خيرية صغيرة وأحمر. هوصلها بنمبر 1. letter C الحرف C ب 1. yes. letter D آخر جملة. I have a big blue balloon. أنا معايا بالونة big كبيرة وكمان لونها أزرق. يبقى هوصلها picture number 2. لغاية هنا أوكي. وسنة تانية. complete the crossword. دي كلمات متقاطعة هنكملها. قالي this is a kite number 1. هنكتب كايت. That is a دي ايه دي يا ولاد؟ نمبر 2. yes. نمبر 4 دي. نمبر 4 بالون. يبقى اخد كده واكتب بالون. طيب this is a blue. ده ايه يا ولاد؟ روبوت. blue روبوت اللي هي نمبر 5. هدور هنا نمبر 5 واكتب روبوت. تعال نشوف. how are you؟ I am داون. I am ده رأسي. كروس يعني رأسي يا ولاد. كروس يعني رأسي وداون سوري كروس يعني افقي وداون يعني راسي. How are you؟ كيف حالك؟ قال لي هنا I am. هكتب ايه يا ولاد؟ اكيد زي ما انتم شايفين هنا I am fine. I am fine number 1. هكتب F I N E. طيب ايه موجوده؟ This is a number 3. This is a سبي دوتس بلو روبوت. ده ايه يا ولاد؟ تول طويل اكيد. number 3 اروح كاتبه tall T A L L. T موجودة يبقى اكتب A L L. yes. بعد كده number 6. this is a دي big ولا small يا ولاد؟
نمبر 6 اقول ايه؟ big a big blue balloon big. تمام لغايه هنا اوكي. عشان حتى روبوت لما اجي اكتبها تبقى فيها بي. ماشي روبوت وبيج اوكي لغايه هنا اوكي يا ولاد عرفنا الحل بتاعهم. يس طيب بلاي تايم وقت اللعب. قال لي ريد اند كولر اقرا ولون. كولر ذا تابلت يلو. فين التابلت؟ اهو هلون باللون الاصفر. كولر ذا كيبورد بلو سو لون لوحه المفاتيح باللون الازرق. جايب لك الالوان على فكره الجمله واللون بتاعها معاها. كولر ذا ماوس ريد لون الفاره دي باللون الاحمر. كولر ذا سيلفون بلاك لون التليفون ده باللون الاسود. كولر ذا كمبيوتر اورنج ولون الكمبيوتر ده باللون الاورنج. يس البرتقالي. لغايه هنا اوكي يا اولاد كده ان شاء الله يبقى خلصنا يونت 11 الوحده 11. اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح واتمنى اكون ما طولتش عليكم في الفيديو واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ونكمل بعد كده يونت 12 الوحده 12 وبعد كده ايه ستوري بعد كده ريفيو لغايه هنا وبكده يبقى خلصنا يونت 11 واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.